حلو. عارفه هقول لك هنا، فكرتيني وانت بتقولي، كنت قريت في كتاب تجربه واحد من المعلمين يعني منتورز كان مع الكلاس بتاع الطلبه بتوعه، فقال لهم كل واحد فيكم يكتب حدث هو شايف ان هو ما يستحقهوش ما يستاهلوش. فكلهم كتبوا، لما جه يسالهم فكلهم قالوا مواقف سلبيه، ايه اللي جاله مرض، ايه اللي انفصلت، ايه اللي ايه اللي ايه اللي، فقال لهم ولا حد منكم كتب حاجه ايجابيه. ليه دايما شايفين ان اللي بيحصل لكم حلو انتوا تستحقوه عادي جدا، بس الوحش لا والله احنا ما نستاهلوش. مش بتاعي، انا مالي، حصل لي، انا لبريئة مظلوم، بالظبط. انا غلبان. فحلو نحط مع الامتنان ايه حاجات زي ما انت بتقولي، انا ما ساعدتلهاش، ربنا اداها لي، جابها لي فرصة، رزق، ايا كان، هبة، وامتن فعلا ليها. بالظبط. والحاجات اللي انا برضو عملتها، لان انا عملت اكيد حاجات كويسه، حلو فدي اول حاجه. حلو. تاني حاجه، ايه نيتك للسنه الجديده؟ لان لو انا ماليش نيه فانا كده ماليش ديستنيشن، ماليش طريق رايح له. اوكي. فمهم قوي ان انا ابقى حاطط نيه قدامي، لان النيه دي هي اللي بتشكل الاهداف بتاعتي، هي اللي بتعرفني هل انا ماشي صح ولا ماشي غلط. طب اديهم مثال يا مي. مثال، نيه مثلا ان انا عايز السنه دي نيتي فيها سنه الحصاد، او سنه نيتي التوازن، او اوكي، نيتي العمل، او نيتي السعاده، التسامح، نيتي التشافي. التسامح. بالظبط. وممكن تبقى اكتر من نيه، مش لازم نيه واحده. ايوه فكل ما انت بيبقى عندك نية قوية، كل ما انت بتركز افكارك على شيء معين اللي هي النية دي، فبتخلي كل حاجة حواليك بتتغير لسهولة وصولك للنية دي. صح. فمهم قوي 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 ان انا يبقى عندي النية. طيب، وانا بحط النية اعمل ايه كمان؟ اوكي، اسمي السنة. حلو. عايز السنة يبقى اسمها ايه؟ عارفه زي بالظبط لما تيجي تقرا كتاب، كل ما يبقى ليه اسم خلاص انت فاهم اللي جوه ايه اللي هيحصل او بيحصل من فيه ايه. العنوان من قصدك، العنوان قريتي تخيلتي الكتاب بالظبط ده بيتكلم على كل ايه؟ حاجه متمحوره اوكي، حوالين الجزء ده. حلو. فانت الاسم ايه؟ عايزها سنه تحقيق المعجزات، عايزها سنه الانطلاق، سنه الحصاد. ايه الاسم بتاع السنه انا بتاعتك؟ هسميها تحقيق المعجزات دي. حلوه دي، انا انا دايما حبيتها اقعد بقى. اهزر اقول لهم انا مستنيه معجزه، انا دي مستنيه، في الحظ كده، انا مستنيه معجزه، سنة الحظ. انا خلاص حبيت سنه دي المعجزه. سنتي، دي سنتي. سنتي دي يا جماعه، خلاص عرفتوا نيتي. هي ماشيين مع بعض على نفس الطريق. بالظبط كده. فهي مثلا انت ايه اسم السنة؟ اوكي، كل ما انت بتسمي السنة، كل ما انت بتساعد الجذب بيشتغل معاك، الكون بيمشي معاك، كل حاجة بتعملها بتزق معاك للوصول للنية بسرعة، والهدف ده. بسرعة وبسهولة. حلو. طيب، انا دلوقتي كتبت اسم السنة حلو. وحطيت نية للسنة، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ فين اهدافك؟ لازم دلوقتي، مش انا عرفت انا عايز ايه وهعمل ايه؟ اديني خطوات بقى صغيرة. اوكي. زي مثلا سنة انا عايز اتوازن في حياتي، فاجي اقول لك ايه، والله انا عايز صحتي تبقى كويسة. حلو، هتعمل ايه؟ اخسلي مثلا كده ايه 20 30 كيلو. اول ما انت هتقول 20 30 كيلو، عقلك هيعمل هيطلع ايه؟ يجري، يجري يا مجدي، بالظبط. يجري. ما اعرفكش، عشان ما اعرفش ايه ده؟ الراجل ده، لا ما لا اعرفش لا، الراجل ده. طب هاتي بقى كده صينيه البسبوسه عشان افكر بالظبط. هخس ازاي. انا معاك، بس اديني صينيه البسبوسه وهنفكر بس مع ونشوف. بعض. فهي النقطه، لما اجي احط خطوات ان انا مش هعمل دايت، بس انا هبدا امشي كل يوم ساعه، اوكي. هبدا اروح اقلل رز وعيش، هبدا اكل اكل صحي شويه، اوكي. ابدا اشرب مش عارف. فهتبدا تدي لنفسك خطوات من غير ما احط امنيات، اللي هو انا مش عارفه في ايه كده في اللالا لاند. احنا لا دايما بنقول الفرق بين الحلم والهدف خطة. بالظبط. طول ما انا عايزة احلمي، يا سلام، حلم مش حلم بفلوس، بفلوس عادي. براحتك. حطيت خطة، اذا اهلا بك في عالم الاهداف. وده مهم. عارفه ليه؟ عارفه لما حد اللي بيربوا كلاب عارفين الموضوع ده. عارفه لما بتجيب كلب، اوكي، اول ما بتجيب كلب بيعمل ايه؟ بيتشقلب لك في المكان، بيعمل كل حاجه، وياكل هنا ويلحس هنا ويا مش عارفه ايه، بيعمل كل حاجه. هات مدرب بقى، مدرب هيجي سيستمه يقول بقى. لك ايه، حطه في بيته شهرين ما يطلعش، هيطلع ياكل يتمشى يرجع البيت تاني، يهوهو مهما يهوهو. ابدا. النظام اللي انت ماشي عليه هو ده. اوكي. هنا بقى عقلك محتاج يتروض كده. يعني ايه؟ يعني انا محتاجه عقلي احط له سيستم وهو ده اللي هيمشي عليه. لان هنا بتحصل مشكله، وهي ان انا اي حاجه بتيجي بمشي وراها. ايوه. عارفه الاوفر ثينكينج اللي بيجيلك على طول، اللي الناس بتقعد تكلمك فيه على طول، انا مش ايوه عارفه افكاري هي اللي مسيطره عليا، اصل انا مش قادر، اصل انا مش عارف. ايوه انت فعلا مش قادر ومش عارف، لان انت ما اتعلمتش،
مش دايما يقول لك احنا الحياه وصعبه واحنا في امتحان لا، انت في جيم، انت مش في امتحان، انت عايز تطلع مهارات وعضلات وتشد بالظبط نفسك كده. انت في جيم. لو انا جيت اقول لك امسك الخمسة كيلو هتقول لي تقيله، يبقى خلاص انت كده مش هتطلع عضل. اوكي لكن لما اجي اقول لك طب خلاص تعالى نكرر كيلو، خلاص بقيت متمكن 2 كيلو، بالظبط يلا 3 كيلو، بالظبط. فهي الدنيا كده.